تقارير أنجزتها مؤسسات وطنية حول عادات استعمال تكنولوجيا في الإعلام والاتصال ببلادنا، انتقل عدد الأسر المغربية التي تستعمل ربط الإنترنت لاستهلاك قفازة من 13% سنة 2015 إلى 19% سنة 2017، في حين بلغت نسبة الأسر التي تتوفر على جهاز حاسوب أو لوحة رقمية ما يناهز 58%، أي بزيادة أكثر من 6% مقارنة مع سنة 2016. كتحديات السيد الوزير، وقلتهم في البلاغ، على أن لابد من خروج من هذه الأزمة ديال الإعلام. سؤال كبير يواجه كل المجتمعات وكل دول العالم. التكنولوجيا تتطور، وسائل التواصل الاجتماعي في دينامية وفي حيوية، فضاءات الحرية والتعبير الحر تتزايد، ولكن في المقابل أيضا هناك الحرص على حماية المعطيات الشخصية، الحرص على احترام الأخلاقيات، وبالتالي لابد أن نجد التوازن الممكن في هذه الممارسات الإعلامية الجديدة وتشجيع هذه الممارسات الإعلامية الجديدة، ولكن أن نجد التوازن بين توسيع الحرية واحترام الأخلاقيات وحماية المعطيات الشخصية لكي نحد من الانحرافات ومن الاختلالات التي قد تنتج عن تغييب كلي لسؤال الأخلاقيات لحتمية احترام المعطيات الشخصية وحماية المعطيات الشخصية للإنسان. أنتم كصحفي قبل كل شيء وقبل أن تكونوا وزير العدل، لكم تصور عن هذا الإعلام اللي خصو يكون في المستوى ديال النموذج التطوري ديال المغرب؟ وأولا يجب أن ندفع هذا الإعلام نحو الاحترافية، نحو الرقي، نحو التكوين، و أن ندعمه لكي يلج فضاءات جديدة تقوي كل أشكال التواصل وكل أشكال الإعلام الجديد. في نفس الوقت لابد لممارسي هذه الأشكال الإعلامية الجديدة أن يستحضروا مسؤولياتهم تجاه المتلقي، تجاه المواطن، وتجاه حماية الديمقراطية وتطور الحريات. سيد الوزير، اليوم ستشاركونا في ندوة اللي غادي تتكلم على التحديات اللي تعرفها الإعلام، وخصوصا التحديات في المغرب. اليوم نشتغل على إعادة النظر في العديد من المقتضيات القانونية، ومن أهم هذا القانون يتعلق بقانون السمعي البصري الذي لابد أن يواكب هذا التطور التكنولوجي، يواكب الإعلام الرقمي. وأعتقد بأن هناك مستجدات مهمة تتعلق بقانون مقتضيات جديدة ضمن قانون السمعي البصري، لا من حيث محاربة التطرف والإرهاب، لا من حيث محافظة على النشيئة، وكذلك حماية هذه النشيئة والأطفال، وكذلك حماية الجمهور. واش تفكروا سيد الوزير باش توسعوا أي في السمعي البصري أنك تكون هناك تلفازات خاصة أي خارج عن طبعا كرسي. هذا التصور بتنسيق مع لهكا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذلك هناك تصور جديد فيما يتعلق بميثاق شرف ميثاق النشر الإلكتروني، هذا مهم نشتغل عليه في وزارة الثقافة والاتصال. Le ministère de la Justice et toutes les parties qui organisent cette formation et cette manifestation, parce que la question de nouveaux médias, nouvelles technologies est très importante aujourd'hui, surtout les niveaux de l'organisation de la vie quotidienne et surtout pour nous, pour les jeunes, pour leur accès à l'information. Pour faire face à la question de désinformation, pour s'assurer que ce grand vaste champ d'information, les jeunes et les enfants savent comment le chercher, comment l'interpréter. Comme observatrice au Maroc, comment jugez-vous la qualité de l'information, du journaliste? Comme vous savez, l'UNESCO, c'est une priorité pour nous, le travail sur la communication et l'information. On est très actifs dans la région et surtout au Maroc. On se félicite des progrès au niveau marocain. Le Maroc a pris beaucoup d'initiatives, surtout dans la Constitution en 2011, avec le droit de l'accès à l'information, qui se décline en différentes politiques. Et ça, on se félicite parce que ça nous donne le champ d'agir et d'avancer. Mais oui, je suis un peu plus de
وجدنا شغف لدى الصحفيين من أجل التكوين والمعرفة، ولديهم إرادة في نشر قضايا حقوق الإنسان والعمل في أداء رسالتهم الإعلامية من أجل تكريس كرامة الإنسان.